السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. قانون العفو العام يطرق أبواب البرلمان وتحذيرات متنامية من مخاطر التمرير. شرق تكريت صحراء العيث، استفهامات ليلة الاشتباك بين بغداد وباريس. السلام عليكم. بحرقة وألم كبيرين تنعى قناة الأيام الفضائية فقد الزميلة ضحى الخالدي الصحفية والباحثة في الشأن السياسي، المرأة المتصدية والمعطاء التي سطرت مواقف رائدة في نصرة المقاومة، رسالية المبدأ ومبدعة في ثقافة الأمة، الصوت الصادح لصوت عروبة فلسطين وسفيرة اللاءات في مواجهة أعراب الصهاينة. تنعاها الأيام بكل اعتزاز وكرامة إثر حادث سير بعد عودتها من كربلاء المقدسة. وداعا ضحى الخالدي، وداعا إلى رحمة الباري وغفرانه. وبالعودة إلى ملفات حصادنا لهذه الليلة، فبعد مدة احتجاز عاد قانون العفو العام إلى الواجهة طارقا أبواب مجلس النواب وفاتحا سجل الخلاف بين جهات تعتبره شرطا أساسيا وضمن اتفاق خط لتشكيل الحكومة الحالية، وأخرى ترى في بنوده أنه ضرب لنصوص العدالة والمساواة وتوصل به إلى الاستهانة بالدماء. فمشروع القانون الذي سحب لمجلس الوزراء وأجريت تعديلات عليه وأعيد لمجلس النواب يعد معضلة أساسية وورقة شائكة قد تذهب بحالة التوافق السياسي وتعيد البلاد لخطوط الأمن الحمر. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصادنا في هذه الليلة، نتحدث عن شرق تكريت صحراء العيث، المنطقة المتاخمة مع حدود محافظة كركوك، كانت على موعد اشتباك بين القوات العراقية والفرنسية من جهة وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، وبتجاوز عملية الإنزال وعديد الإصابات. تفتح هذه الحادثة العديد من أسئلة الاستفهامات، فهي ليست محل اشتباك فحسب، إنما تسلط الضوء على خطورة هذه المناطق الضائعة أمنيا وارتداداتها لجوار المساحات الملامسة لها. هذين الملفين سنتابعهما ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة من حصاد الأيام، وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ حسن فدعم النائب السابق ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الأستاذ سيف السعدي الباحث في الشأن السياسي، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ حسن، نتحدث عن سحب القانون من مجلس النواب ومن ثم تم التعديل عليه في مجلس الوزراء، بعد ذلك أعيد إلى المجلس النيابي. بحسب اطلاع حضرتك، ماذا أضافت الحكومة وماذا حذفت من أوراق هذا القانون؟ نعم، شكرا لك أخي العزيز وضيفكم الكريم والمشاهدين. القانون مو سحب، هو القانون أصلا في مجلس الوزراء، يعني يجب أن يرسل من الحكومة. القانون اللي كان موجود في اللجنة القانونية في مجلس النواب هو القانون السابق، قانون العفو السابق الذي أريد أن لإجراء تعديل عليه، لكن حتى في هذه الحالة يجب أن يأتي من الحكومة. قانون العفو العام يجب أن يأتي من الحكومة بعد أن يصوت عليه في مجلس الوزراء. كان هناك عليه لغط وأخر قرار القانون، كان يفترض أن يقر القانون قبل العيد الماضي، لكن بعض المطالب الجديدة التي أضيفت على القانون هي من عطلت تمريره. طبعا نحن نقول قانون العفو العام، البعض يتبادر إلى ذهنه هو فقط الإرهابيين، لا، احنا عندنا أكثر من 63 ألف محكوم وما يقارب 15 ألف في المحجوزين في المراكز، يعني قيد المحاكمة، فما يعادل يعني تقريبا 76 أو 75 ألف
سجين عندنا. قانون العفو العام يشمل ما يقارب 85% من هؤلاء، وهذا طبعا فيه منافع كبيرة إذا ما استثني منه الإرهابيون. الإرهابيون لا يشكلون نسبة 15 أو 10% ربما من المحكومين الموجودين في سجون العراقية. أنا أعتقد إقرار القانون، قانون العفو هو ضرورة، اكتظاظ السجون. أنا سمعت قبل أيام من السيد معالي وزير العدل أن الطاقة الاستيعابية للسجون 300%، يعني السجن اللي ياخذ 100 سجين بي 300 سجين حاليا. نعم. طبعا هاي بآثار كبيرة، إضافة أنه أغلب القضايا على السجناء هي قضايا جنائية عادية، ويعني العفو العام يشمل هؤلاء، لأن احنا نعرف أن المحكوم في السجن لم يعاقب هو فقط، يعني هو معاقب وعائلته أيضا معاقبة في غياب رب الأسرة، في غياب الابن أو الأب عن البيت، يؤثر كثيرا على نفسية هذه الأسرة بشكل كامل، وبالإضافة إلى الأتعاب اللي تعرضوا لها يعني الضغوط اللي تعرضوا لها أسر هؤلاء السجناء. العقوبة، من قضى فترة من العقوبة وإصدار العفو، أعتقد هذا ضرورة في الوقت الحاضر، لكن القوى السياسية عازمة على عدم شمول الإرهابيين المتورطين بالدم العراقي ولا الفاسدين اللي تورطوا أيضا بالمال العراقي. هؤلاء يجب أن يستثنوا من قانون العفو، ثم تدرس المواد الأخرى، وهناك مواد أخرى أيضا يجب أن تستثنى، يعني جرائم أخلاقية كبيرة يجب أن تستثنى أيضا. وما سوى ذلك، نعم هناك فرصة لإصدار عفو عام وشمول أعداد كبيرة من هؤلاء السجناء بالعفو. نعم. طيب أستاذ سيف، وجد الترحاب بحضرتك. يتفضل الأستاذ حسن فدعم بأن قانون العفو العام لا يشمل فقط الإرهابيين، وهذا ما يثار في الإعلام، وأيضا هنالك فئات مجتمعية هي لهم حق في هذا القانون. القوى السنية تعتبر هذا القانون شرط أساسي لقياس التزام الحكومة ببرنامجها. هل أن هذا الموضوع كان مشروطا قبل الانتخابات، قبل تشكيل الحكومة، أم أن التبني من الكتل السنية هو لمحددات وضرورات معينة؟ بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك وإلى ضيفك الكريم وإلى متابعيك الكرام. يعني إذا ما تحدثنا يعني عن قانون العفو العام، هو وصل أروقة مجلس النواب وبالتحديد يعني اللجنة القانونية، وكذلك أيضا يعني قانون الاختفاء القسري، يعني ليس فقط قانون العفو العام. بالتالي يجب في بداية الأمر أن نوضح، عندما نتحدث عن قانون العفو العام يعني نستثني الإرهابيين الذين يعني أوغلوا في الدماء العراقية، والذين تسببوا بضرر كبير للمناطق أو المحافظات الغربية وحتى العراق أجمع. هؤلاء لا نتحدث عنهم، بل هؤلاء يجب أن يعني ينالوا جزاءهم العادل وأن يعدموا وإلى يعني إلى جهنم وبئس المصير. ولكن يجب أن نتحدث عن فئات أخرى، ودعني أتحدث وأقسم هذه الفئات. يعني لدينا، إذا ما رجعنا في سردية إلى الوراء، لدينا قانون رقم 19 لسنة 2008، أيضا كان هناك قانون عفو عام، من ثم كان هناك قانون رقم 27 لسنة 2016 في حكومة السيد العبادي، ولكن كثرة التعديلات أفرغت القانون من محتوى. الآن في ورقة الاتفاق السياسي، يعني هي شرط، نعم هي شرط، بالتالي يعني ألزمكم بما ألزمتم به أنفسكم، وأنا أتحدث عن تحالف إدارة الدولة، نتحدث عن 40 نقطة ضمنت ضمن ورقة اتفاق السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من ورقة المنهاج الحكومي التي قدمها السيد رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، بالتالي تم التصويت على هذا المنهاج الوزاري. نتحدث عن يعني شقين، شق تنفيذي وشق تشريعي. في الشق التشريعي النقطة الرابعة، وهي إجراء مراجعة قانونية لتعريف، لإعادة تعريف يعني المنتمي للتنظيمات الإرهابية، ليشمل كل من روج، كل من ساند، كل من أيد، كل من وجد، كل من يعني جند، كل من وجد اسمه في قوائم التنظيمات الإرهابية. بالتالي يعني هذا أصبح واضحا. ولكن لدينا فئات، يعني على سبيل المثال يعني هناك يعني انتزاع يعني اعترافات بالإكراه،
وهذا يعني ما يعني حققت به الحكومة، حكومة السيد محمد شياع السوداني، بالتالي هناك دليل على وجود انتزاع اعترافات بالإكراه. على سبيل المثال يعني لجنة يعني 29 الخاصة بلجنة أبو رغيف سيئة الصيت، يعني بيان الحكومة بأن هناك انتزاع اعتراف بالإكراه، هناك تعديل. يعني لدينا ممكن شخص توفي هو ممكن مدير عام في وزارة التجارة، وكذلك شخص آخر يعني في هيئة استثمار بغداد الآن يعاني ومقعد نتيجة هذه الأساليب التعذيب التي مورست من لجنة الأمر الديواني رقم 29. بالتالي هذا واضح. الأمر الآخر، هناك يعني فئة أخرى تتعلق ب يعني المخبر السري. يعني المخبر السري يعني حقيقة يعتمد على يعني معلومات، هذه المعلومات أغلبها مغلوطة وليست صحيحة. بالتالي يعني مجلس القضاء الأعلى في فترة سابقة حكم على 500 شخص من هؤلاء بأسجل لمدة 10 سنوات نتيجة تضليل السلطات بأخبار كاذبة. أيضا عفوا لدينا في يعني 2023 في الشهر الواحد أيضا تم الحكم على شخص قدم إخبار وإبلاغ وما يسمى المخبر السري لتضليل السلطات. الأمر الآخر أو الفئة يعني الأخرى هو أن في يعني 2010 في زمن حكومة السيد نوري المالكي كانت هناك قمة العربية يعني في بغداد، تم اعتقال يعني المئات من حزام بغداد يعني لإجراءات احترازية. هؤلاء لا زالوا في يعني ما زالوا في السجون. بالتالي يجب يعني أن يعني ينظر بهذه المواضيع. إذا ما يعني تحدثنا عن قانون العفو العام، هو يتحدث عن إعادة التحقيق وليس إعادة المحاكمة. يجب أن نفصل بين أمرين. يعني إذا ما تحدثنا عن المادة 19 من الدستور تتحدث وتقول يعني لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني، ولا جريمة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. أيضا يعني الفقرة 13 من نفس المادة تتحدث وتقول لا يجوز تأخير أوراق التحقيق الابتدائي أكثر من 24 ساعة، بالتالي يجب أن ترفع للقاضي المختص. أيضا حق التقاضي مكفول للجميع. ايضا يعني تحدث عن يعني يجب ان يعامل هؤلاء بمعامله عادله في جميع مراحل يعني التحقيق وكذلك المحاكمه. ايضا يعني تشمل المتهم بريء حتى تثبت ادانته. بالتالي نتحدث عن جانب تحقيقي، المشكله هي مشخصه في الجانب التحقيقي وليس في الجانب القضائي. يعني اذا ما رجعنا وتم إعادة المحاكمة فإن القاضي سوف يحكم على نفس الأوراق ونفس القضية، وبالتالي لن يعني يحصل شيء جديد. ولكن الموضوع يتعلق في اللجان التحقيقية، وأنا ذكرت مثال لجنابك الكريم لجنة الأمر الديواني 29 لجنة أبو رغيف سيئة الصيت. بالتالي يجب يعني النظر بهذا الموضوع. السجن هنا هو ليس عقوبة أو انتقام عفوا، وإنما هو إصلاح. يعني نتحدث عن فئات كثيرة، يعني منها ممكن يعني المشمولون بالمادة 28، يعني ما يتعلق طيب. هناك فرق بين تعاطي وبين متاجرة بالمخدرات طيب. أيضا هذا الموضوع يجب أن يعني نفصل بين الاثنين. هذه مفارقات أستاذ سيف، خلي أعكسها للأستاذ حسن فدعم. التمسك بخيار رفض هذا القانون أستاذ حسن، مثل ما يوضح بعض الفوارق الأستاذ السعدي، أكو تمسك بخيار رفض هذا القانون أو عدم تمريره بالصيغة اللي تشوفها القوى المطالبة بإقراره من غير الممكن يمرر بها بهكذا صيغة، ممكن يسبب حالة إرباك سياسي تشتت التوافق السياسي الموجود حاليا ونحن مقبلون على فترة انتخابات. نعم، أي إرباك سياسي؟ نعم، ربما تتصاعد الأصوات المطالبة بإعلاميا فقط من القوى السنية طبعا، وهذه هي طبعا ورقة دائما يحاولون يستخدموها قبل أي انتخابات، هاي الورقة وورقة المناطق المحررة، وهذه تعدينا عليها، صار شيء معتاد عليها ونعرفك اللي زين. قانون العفو لا يشمل فقط المكون السني، المعتقلين والسجناء الموجودين هم سجناء جنائية، قضايا جنائية، وليس لا يوجد في العراق سجناء رأي ولا سجناء سياسيين.
ما موجود في السجون هم أما مجرمين يعني ارتكبوا جرائم إرهابية أو جرائم جنائية وبعضها مشاكل عشائرية واجتماعية وغيرها، أو مخالفات مالية أو إدارية تخص موظفي الدولة. هذه السجناء هاي أصنافهم الموجودين في السجون العراقية. ما عندنا سجين سياسي ولا عندنا سجين رأي ولا عندنا إعلامي ولا عندنا، ما عندنا هاي. يعني العراق الحمد لله بلد ديمقراطي ويدافع عن هذه الحريات، وهذه مكفولة إلى بالدستور والقانون، والسجون خالية من هذه الحالات. لكن الأخوة طبعا يطالبون عادة بطرق يعني مختلفة لإصدار عفو عام عن الإرهابيين المجرمين. طبعا لا ننفي، أنا يعني لا أنفي أبدا وجود سجناء اتهموا بالإرهاب زورا. هناك يعني مخبرين سريين خدعوا الجهات القضائية واستطاعوا الشهادة زورا، وأيضا انتزاع الاعترافات في بعض الحالات، لكن هذه ليست حالات عامة. لا يمكن أن يطلق هذا الحالات الفردية الموجودة. طبعا أنا أقرأ أنها موجودة وربما على يعني أعداد كبيرة مو أعداد قليلة. هذه وظيفة الحكومة تحقيق العدالة، طبعا الحكومة والقضاء أيضا تحقيق العدالة والتدقيق في ملفات هؤلاء. يعني من غير الممكن ولا المقبول أن يبقى سجين في العراق بريء. يعني ما هذا مسؤولية وطنية، مسؤولية شرعية، مسؤولية أخلاقية على الحكومة إذا كانت تشعر بهذه المسؤولية، والقضاء أن يدقوا ملفات هؤلاء وجمع المعلومات الأمنية والاستخبارية الدقيقة ومراجعة ملفات أيا كان يعني يشك أنه بريء. هذا شيء بدون ما يطالب أحد أو قوة سياسية معينة طالب هذا الشيء. هاي وظيفة الدولة أن تراعي شعبها وتراعي جمهورها. أما قضية العفو، فالعفو كما ذكرت قبل قليل هو حالة ضرورية. أنا أعتقد أن إصدار العفو العام ليس فقط لل يعني هو مكافأة أو تحرير للسجين فقط، لا، بل هو حتى لأسر السجناء، لعوائل السجناء اللي تأذوا كثيرا. وأعتقد أن البعض نال جزاءه في بالمدة اللي قضاها. طبعا العفو العام السابق أطلق من عنده ما يقارب 10,000 سجين، أطلق صراحة فقط في 2023 ما يقارب 1,200 سجين أطلق صراحة على القانون العفو العام. إلى الآن طبعا القانون العفو العام نافذ وما زالت المحاكم تعمل عليه وتشمل أعداد كبيرة من عنده، لكن هذا العدد المحدود 10,000 مطلق صراحة عدد بسبب جمود أو عدم وضوح بعض المواد في قانون العفو العام. لذلك كان مقترحنا أنه يعدل قانون العفو العام السابق وتوضح مواده وتشخص للقضاء ليسهل تطبيقه من قبل القضاء على المحكومين. طيب هذا اللي كان مفروض يصير أستاذ سيف، ولكن حاليا مشروع القانون في اللجنة القانونية النيابية تتوقع راح يكون أكو تعديلات أو تنضاف على النسخة المرسلة من مجلس الوزراء؟ نعم بكل تأكيد، يعني هناك لجنة قانونية بالتالي سوف تمر بعدة مراحل. اللجنة القانونية ممكن تعديل، ممكن حذف، ممكن تغيير ببعض فقرات القانون، من ثم يذهب إلى قراءة أولى، من ثم قراءة ثانية، وأيضا هذه في يعني ممكن تعتبر فلتر وتصفية وتغيير لممكن يعني بعض مواد القانون، من ثم إلى يعني القراءة الثالثة والتصويت بالمجمل. لكن دعني أتحدث عن إحصائية. يعني قبل قليل كنت في اتصال هاتفي مع السيد نائب رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم عبطان المحترم، وتحدث عن إحصائية يعني ما يزيد عن 70,000 نزيل في السجون العراقية، والعراق يمتلك 29 سجن، بالتالي هناك أعداد كبيرة فوق يعني الطاقة الاستيعابية. بالتالي أيضا هذه السجون هي تعاني من يعني بنية تحتية متآكلة، بالتالي يعني بحاجة إلى إعادة مراجعة أيضا لملف الإطعام، كذلك أيضا ملف يعني البنى التحتية الخاصة بالسجون. أيضا هناك 9,000 شخص من هؤلاء هم محكومون بالإعدام، بالتالي مثل ما تحدثنا الإرهابيون يعني شأن خاص لا أحد يعني يداعي بهم، بالتالي هم أضروا بالعراق بكل أطيافه، ولكن نتحدث عن الفئات التي يعني صنفناها. بالتالي أنا أقول هناك جو ومناخ ملائم يعني بين القوى السياسية، سواء كان الإطار أو السيادة أو حتى الديمقراطي الكردستاني، على تمرير قانون العفو العام بعد الزيارة
يعني الأربعينية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. بالتالي أنا أقول يعني الحسين عليه السلام هو فكرة، والفكرة لا تموت، والفكرة التي أخبرنا بها الإمام الحسين عليه السلام هو إنه لم يخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرج لإصلاح أمة يعني جدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالتالي يجب النظر إلى يعني الأبرياء، خصوصا أنا أؤكد على الأبرياء بعين العطف. بالتالي هؤلاء لديهم يعني عوائل وليس لديهم معيل. عندما يعني علموا بأني جئت إلى هنا من أجل هذا اللقاء، هناك الكثير من المناشدات التي تطالب بإنصاف الأبرياء، وأقول يعني واحذروا من المظلوم سهما صائبا، واعلموا بأن دعائه لا يحجب. بالتالي يجب النظر بعين العطف إلى هؤلاء، وهو يعني تعتبر مصالحة مجتمعية. أنا يعني من خلال قناتكم الكريمة يعني ممكن نتوجه بالشكر للسيد قائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء، لأن الرجل يعني ماضي في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي هي على أساسها تم تشكيل الحكومة. بالتالي الرجل لديه خطوات، وهذه الخطوات إيجابية. من ضمن هذه الخطوات هو قانون العفو العام، وأيضا قانون العفو العام لابد من الإشارة والتوضيح أنه ليس حكرا على مكون دون آخر. بالتالي يعني إذا ما رجعنا إلى المادة 14 من الدستور، هي تنص تقول العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات أمام القانون، بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن العرق، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية. نعم، تساؤل أستاذ سيف، خليني أكسر أستاذ حسن. أستاذ حسن، نحتاج لحوار سياسي متخصص أو شامل قبل عرض مشروع القانون في مجلس النواب، على الأقل تقدير حتى نضمن تفتيت نقاط الرفض و دخوله فجأة ممكن يسبب إشكالات كثيرة، وأن حضرتك استبعدت حدوث هذه الإشكالات. ولكن لما نتحدث عن قرب الانتخابات، وهذا القانون هو واحد من الركائز الأساسية ضمن الدعاية الانتخابية لجميع القوى السنية تقريبا، أنا مو استبعدت يصير، يعني يصير طبعا أكيد أنا استبعدت أن يصير يؤثر على العملية السياسية أو يشكل إرباك العملية السياسية، ما يشكل، لكن طبعا الخلافات راح تصير أكيد. أنا قلت قبل كل انتخابات هذا موضوع يثار. طبعا القوى الشيعية حريصة على أن لا يقر هذا القانون قبل الانتخابات حسب ما أفهم، طبعا مو أنا مو يعني عندي معلومة، حسب ما أفهم ليش يقول لك جمهورنا راح شو اسمه يصير تصعيد ضده وكذا، وشون تطيتوا عفو طلعتوا الإرهابيين، وعندنا خصوم بالساحة الشيعية، خصوم سياسيين بالساحة الشيعية راح يستثمرون هاي، يستغلون هاي النقطة من أجل ضرب القوى الشيعية، أنه ضلعوا الإرهابيين كذا، باعوا القضية، فراح يكونوا محرجين إقرار هذا القانون قبل العفو حسب فهمي، ربما يقر ما أعرف. القوى السنية تكون محرجة أمام جمهورها أيضا قبل الانتخابات، تضغط إعلاميا طبعا في سبيل تمرير هذا القانون، راح طبعا تصير مماحكات فيما بينهم إعلامية، لكن على واقع الحال ما راح تكون هناك شيء يعني يؤثر على العملية السياسية. لكن هذا منه راح يكون ضحيته؟ ضحيته خطيئة سجناء الأبرياء، وحتى حتى اللي يرتكبوا أخطاء اللي ينتظرون العفو بفارغ الصبر طبعا، هذا هم اللي راح يدفعون الثمن. أتمنى على القوى السياسية أن تكون بقدر المسؤولية تجاه هذه القضية، قضية إنسانية. آلاف السجناء الأبرياء الآن في السجن، يعني مو أبرياء قصدي ما ارتكبوا جريمة والدولة ذابتهم بالسجن، قصدي ارتكبت جرائم، مخالفات إدارية بسيطة، خلافات عشائرية، خلافات أسرية، جرائم جنائية بسيطة يعني مشاجرات وغيرها، ويقضون سنين في السجون. هؤلاء التفكير بهم طبعا ضروري جدا، وقانون العفو قراره ضروري جدا. ما أعتقد راح يتأخر في مجلس النواب كثيرا الحوار حول المواد، لأن شبه اتفاق سياسي على المواد المرفوضة في هذا القانون، والطرف الثاني ما كان يعني مؤخرا ما كان جدا يعني معترض على هذه النقاط، والنقاط اللي تم الاتفاق عليها يعني كفيلة بتمرير القانون بشكل مقبول. طيب، بين الطرفين الرافض والمؤيد. شلون نحدد هذه المقبولية بشكل القانون أستاذ سيف؟ يعني وفق التعديل اللي أرسل مجلس الوزراء راح تكون هنالك مجموعة من النقاط، أهمها إعادة التحقيق في بعض القضايا. زين، هنا شو راح نجد نفسنا يعني أمام محاكم تحقيق جديدة، إعادة تحقيق كافية لرضا الجهات المطالبة؟
بالتالي هو وصل الى اللجنه القانونيه، واللجنه القانونيه يعني اغلبهم هم يعني خبراء بالقانون ومختصين بهذا المجال. يعني بالتاكيد سوف تكون هناك تغييرات وتكييف قانوني بحيث لا يخرج لا على الدستور ولا حتى على يعني ممكن قانون العقوبات او كثير من القوانين العراقيه المعمول بها. بالتالي يعني هناك يعني رغبة وهناك أيضا إصرار وهناك دوافع من قبل كافة الأطراف السياسية سنة وشيعة وكذلك الجانب الكردي بتمرير هذا القانون بالصيغة التي يعني تلاقي قبولا من قبل جميع الأطراف السياسية. بالتالي أنا يعني لا أجد وأستبعد أن يكون هناك خلاف على هذا الموضوع لأني مطلع وقريب ممكن يعني من مصدر القرار السياسي. بالتالي أجد هناك مناخ مناسب وجو مناسب لتمرير قانون العفو العام. بالتالي هو التغييرات يعني إضافة يعني مادة هي المادة التي تتعلق بإجراء مراجعة لإعادة تعريف قانون العفو العام ما يخص يعني جريمة الانتماء. وإذا ما رجعنا هو يعني قانون رقم 27 لسنة يعني 2016 يتكون من 16 مادة. بالتالي هذه المواد يعني مختلفة ما يتحدث يعني يتحدث بصريح العبارة هناك مخالفة وهناك جنحة وهناك جناية، وكل يعني عقوبة من هذه العقوبات لها ممكن عقوبة يعني تختلف عن العقوبة الأخرى. بالتالي أنا أجد يعني هناك جو مناسب ومناخ مناسب بين الأطراف السياسية على تمرير هذا القانون وتكييف يعني حتى المواد والفقرات تتناسب مع يعني يعني مع رفع الضرر وإطلاق سراح الأبرياء يعني بعيدا عن المتهمين بالقضايا الإرهابية. أيضا يعني قانون العفو العام ليس كما يروج البعض أنه تبييض السجون، لا أبداً، هو يتكلم عن قانون عفو عام أي حق عام للدولة. هناك حق المطالبة بالحق الشخصي والحق العام. المطالبة بالحق الشخصي يعني هنا غير مشمول، بالتالي يجب أن يكون هناك تنازل من قبل ممكن يعني أطراف ذوي المفقود أو الضحية أو أيا كانت هذه الجريمة. بالتالي يجب أن يكون هناك تنازل خاص أو الحق المطالبة بالحق الشخصي. أما الحق العام هنا هو هذا الذي تقرره يعني الدولة. بالتالي لدينا قضاء نزيه ولدينا يعني مجلس القضاء الأعلى الموقر للنظر بهذه المواضيع. وحتى إعادة التحقيق هو ليست مخالفة قانونية أو دستورية. بالتالي إعادة أوراق التحقيق ويعني أن تكون هناك لجان تحقيقية مختصة للنظر ب يعني إعادة تحقيق يعني الأوراق التحقيقية الخاصة بالنزلاء من ثم ترفع إلى القضاء العراقي، والقضاء العراقي هو يعني حريص كل الحرص على يعني إثبات هذه إجراءات قضائية. ولكن أستاذ حسن، ما إذا ما تم العمل بإعادة التحقيق شنو ضمانات عدم تدخل الكتل السياسية في عمل هذه المحاكم؟ لا نشكك بنزاهة القضاء، ولكن نقول حول التدخل السياسي من الكتل. طبعا خطوة إعادة التحقيق خطوة خطرة وهي سلاح ذو حدين. أنا كنت أتمنى أن يذهبون باتجاه التدقيق الأمني، إعادة التدقيق الأمني في المعلومات التي بنيت على أساسها الأحكام وليس إعادة التحقيق. تدقيق المعلومات الأمنية من جهات مختلفة، عدة جهات أمنية، فست سبع جهات أمنية عندنا لديها مكاتب معلومات متمكنة. إعادة جمع المعلومات حول الاعترافات اللي تم الاعتراف عليها، بعض المتهمين يعترفون على جرائم لم تقع، لم تحدث، يعني يعترفون على شخص على ارتكاب جريمة بحق شخص لم يقتل ولم يموت هذا الشخص. هيش قضايا ممكن تدقيق المعلومات يؤدي إلى الوصول للحقيقة وليس إعادة التحقيق، لأننا نعرف ماكو متهم يعترف قبل 5 سنوات أو 6 سنوات على جريمة ارتكبها ويحكم بالإعدام أو بالمؤبد وتجد يوم تعيد التحقيق وياه ويجي يعترف مرة ثانية عليها. ما عدنا هيش. الغاية من إعادة المحاكمة هي تخفيف تلك الأحكام، خاصة أحكام الإعدام. تحويلها من إعدام إلى مؤبد يقول لك بالخطوة الأولى، وبعدين أنت ورنا على عفو خاص، يجوا عفو عام، تتراوس بعدين فيما بعد، بس خلينا نخلص رقبته من حبل المشنقه وبعدين يفكرون. هيش اعتقد كان التفكير في موضوع اعاده المحاكم، وانا احذر حقيقه من هذه الخطوه. واعتقد السيد السوداني، السيد رئيس الوزراء، حتى اخواننا في مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب، اعتقد واعين على هذه المساله. اذا ما ذهبنا باتجاه اعاده التدقيق الامني
من جهات أمنية استخبارية، عندنا في الحشد الشعبي عندنا جهاز أمني، عندنا الدفاع، عندنا الداخلية، الأمن الوطني، جهاز المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب، عندنا يعني أجهزة أمنية متخصصة تستطيع تدقيق كل المعلومات وملفات هؤلاء المتهمين، وتبيان ما إذا كان هذا المتهم انتزع من عنده اعتراف غير صحيح أم بالفعل هو ارتكب، بالإضافة للمقارنة أو مقاطعة المعلومات مع المتهمين الآخرين في موضوع الاعترافات وتدقيق تلك الأشخاص، يعني تدقيق تلك المعلومات والاعترافات مع متهمين آخرين اعترفوا على نفس الجرائم ومعلوماتهم عن تلك الجرائم، مقاطعة هذه المعلومات. من يثبت أن هناك خلل في فهم هذه الاعترافات يصار إلى لجنة لإعادة المحاكمة مرة ثانية. أما إطلاق الأمر بشكل عام ويشمل الإرهابيين في إعادة المحاكمة فلا أعتقد سيبقى محكوم ولا إرهابي في السجون على ضوء ذلك. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن فدعم النائب السابق أثريت الحوار وضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك لضيفي الأستاذ سيف السعدي الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكما، ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. شرق تكريت صحراء العيث، استفهامات ليلة الاشتباك بين بغداد وباريس. مجددا حياكم الله بهذا الملف مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك دكتور أحمد، ونتحدث عما حدث فعلا في صحراء العيث بمنطقة تكريت مع اختلاف الروايات بشأنها، ما هي رواية الدكتور أحمد الشريفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اختلفت الروايات ولكن في تقديري أنه ما حصل في جزيرة العيث هو ناقص خطر يحتاج إلى تصحيح مسار الأداء الأمني والعسكري في العراق لأسباب عدة. في مقدمتها أنه إحنا بعد الانتصار على داعش عسكريا قلنا نحن بأمس الحاجة إلى استراتيجية ردع أمني، وفي استراتيجية الردع الأمني كانت هناك جملة من المعطيات الميدانية التي تشي إلى أننا سندخل في إطار حرب سرية تستثمر بها جملة من الفواعل الميدانية، منها قضية المناطق الصحراوية المفتوحة، الأخاديد والشقوق الأرضية، وقضية السلاسل الجبلية، وحددنا بحدود 500 كيلو من خط التماس الحدودي الشمالي أو الغربي وصولا إلى ديالة. هذه تصنف أنها خواص الرخوة يقتضي إيجاد معالجات، في مقدمتها أن يكون هناك جهدا استخباريا بشقيه، الجهد الاستخباري التقني والجهد الاستخباري البشري. في هذه العملية حصلت تفاصيل تحتاج إلى وقفة للدراسة والتحليل ثم بعد ذلك إيجاد المعالج. على سبيل المثال الضربة الجوية للهدف كانت بطائرات التحالف الدولي، والمفارقة الغريبة أن طائرات التحالف الدولي حينما تنفذ مثل هكذا مهام قتالية فهناك استطلاع جوي يسبق العملية، و أيضاً بعد تنفيذ العملية أيضاً يجري استطلاع جوي لمعرفة دقة الإصابة ونجاح الضربة، فضلاً عن النشاط المعادي هل استمر أم تم إسكاته. الذي حصل أن هناك ضربة جوية كما قلت باستخدام القدرات الجوية للتحالف الدولي، ثم بعد ذلك جاءت قوة التمشيط أو قوة يعني متابعة الهدف ما بعد الضربة، وهي قوة محمولة جوا مؤلفة من جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك ومسلودة بقوة مشتركة من الفرنسيين الكوماندوز الفرنسي. حال هبوطهم إلى الأرض انفتحت عليهم نيران، فرق الغريبة أنه هذه النيران لم تكن منظورة،
فحققت عنصر مباغته اعطت فيها القوى الهابطه جوا خسائر. ثم السلاح الذي استخدم لم يكن سلاحا خفيفا كما هو متعارف في مثل هكذا اشتباكات، وانما كان هناك سلاح متوسط. الابعد من ذلك ان القوه التي نزلت جوا لم يكن لها اسناد جوي، والحال ان احنا نعرف انه التحالف الدولي عندما يقوم بمثل هكذا عمليات يستخدم اسلوب نطلق عليه بالدبل اتاك سيستم، اي القتال المزدوج، انه الطائره التي تحمل القوات الهابطه جوا تسندها طائره مقاتله تستطلع وتحقق غطاء ناري للقوه التي تهبط، على اعتبار انه مرحله الهبوط تكون السمتيه او الطائره الحامله للقوات الخاصه تكون في هدف واهن، تكون هدف واهن، وعمليه الهبوط للمقاتلين حتى تمكنهم من تحقيق الانتشار البري هم اهداف واهنه. فانا ذاك حينما يكونون في حاله هذا الوهن بالنسبه للطائره او القوه الهابطه، الاسناد الناري ياتي عبر الجهد الساند من الطائره التي تمارس نظام الدبل اتاك سيستم في الهجوم. لماذا غابت هذه الطائره؟ شنو سر اختلاف المواقف دكتور احمد بين بغداد وباريس؟ ليش تكتمت بغداد على العمليه في حين افصحت باريس عن هذه العمليه بكامل تفاصيلها؟ الفرق انه هناك بالحقيقه محترفين بروفيشنال، فمن تفشل عنده عمليه لا يتردد ان يعلن عن فشل العمليه ويبحث اسبابها حتى يعالج من اجل تصحيح الاخطاء التي حصلت وادت الى سقوط الخسائر، في حين في العراق تعتيم ولا توجد شفافيه في الطرح والتعامل مع مثل هكذا قضايا. فضلا عن انه احنا لا ننسى انه مساله المعادله الامنيه والعسكريه لا زالت قيد المحاصصه، والمحاصصه بحد ذاتها هي توهين للدور الاداري للمؤسستين الامنيه والعسكريه، مما يضعف الدور الوظيفي، لان انا اذا صار عندي خلل بالاداره فالدور الوظيفي يكون به خلل. واليوم احنا ما نجد على سبيل المثال ما يجري الان من اختناقات مروريه، شنو الضامن لك ان يكون في هذه المرحله الخطره والحساسه ان يكون هناك تسلل؟ اذا تسلل ارهابي الان في ظل اختناقات مروريه وكانه انت تخدم الارهاب في ان تقدم له ماده اختناق مروري، واذا عندكم مفخخ عندكم عبوه ناسفه عندكم شيء تفضلوا، هاي انا حاصرهم بقطوعات مروريه. ليش ما تصير اجراءات رادعه فيها سبق نظر من قيادات محترفه؟ هذه القيادات المحترفة لا تخضع إلى أهواء سياسية. أنا عندي سيابية الطريق هي جزء من الحكم الشرعي في حق المواطن وكذلك الحقوق الدستورية، أضمن حق سيابية الطريق وعدل من المسارات بما ينسجم والضرورة لإدارة أزمة الاختلاقات المرورية التي تشكل مادة للإرهاب. اللي وصل لك إلى جزيرة العيث والذي عنده استعداد أن يشاغل في ديالة وفي الطارمية احتمال يجي يشاغل لك في بغداد. ليش هذا التلكؤ والتردد؟ وليش هذا الوهن والضعف في القرار السياسي؟ الخشية على الرتبة والامتيازات. إذا ضاع الوطن شنو قيمة رتبكم وامتيازاتكم؟ وإذا استهدفت الدماء حتى لو كان دم شخص واحد شنو قيمة المواد والقصور اللي إذا تبنوها من قلاع من مرمر وأنتوا شيء وحيد توسع بالبلد هو فقط المقابر. يعني الأمان أن نعيد الاعتبار في حسابات له. يعني بعد هذه سلسلة التجارب التي يصفها الإمام علي عليه السلام يقول حفظ التجارب عقل المستحدث، تنمو وتتطور الأفكار والعقول من خلال التجربة والملاحظة، وهذه هي جزء مهم وحيوي في منهجية البحث العلمي. زين إذا هذه التجارب مريتوا بها وقلتوا إلى الآن تدورون في دائرة الإسفاف طيب. في إدارة مثل هكذا أزمة، فما الضامن أنه ما يجري بالتداعيات حاليا ومحتملة في سوريا أن تكون ارتداداتها حاضرة في العالم؟ إذا ما ناقشنا هذا الموضوع التسلل عبر الحدود لا زال قائم. نعم، ما دام ذكرت حضرتك الحدود ونتحدث عن تضاريس هذه المناطق، يعني شنو صعوبات السيطرة على المنطقة ذات التضاريس الصعبة والمعقدة؟ أحسنتم، هذه إحنا معضلة الأكتاف الحدودية لم تعالج معالجة تقنية. الأكتاف الحدودية لا سيما في الأكتاف الحدودية المعقدة جغرافيا، سلاسل جبلية، مستنقعات مائية، أرض مفتوحة وإمكانية التخطي فيها واردة، حتى في بعض الأحيان تكون الأرض مفتوحة وتكون مواضعنا وتحصيناتنا جيدة لكنه تمتاز
هذه المنطقة عن المناطق الأخرى أنه فيها اضطراب جوي، معنى ذلك أنه يعلوها الغبار والعواصف وما لذلك. أيضا قد المتسلل يستثمر هذه العناصر الجوية. كيف نأخذ بكل هذه الاحتمالات ونعزز من القدرات التقنية الضامنة لإيقاف عملية التسلل ثم المطاردة؟ احنا على سبيل المثال واحدة من آليات التخطي، إذا تموضع في أرض مفتوحة، الآن إحنا عندنا هذه المظلات والوسائد التي تباع في السوق السوداء، إذا تمترس تحتها غطاء ممكن أن يتخذ أشبه بالخيمة، إذا دخلوا تحتها مجموعة أو أفراد أو جماعات وتغطوا بهذه أشبه بالخيمة، خيمة متاحة في سوق السلاح تأمن لك أعماء حتى للرصد الراداري والرصد الكهروبصري للاستطلاع، وممكن أنه يبقى متموضع وكامل تحتها حتى ينفذ كمين على القطعات. طيب إذا كان الخصم والعدو يستخدم وسائل أحدث وسائل التقنية اللي موجودة، شنو هاي الوسائل دكتور؟ يعني الوصول اللي تحدث عنها حضرتك يعني لهذه المناطق أمر ممكن بريا، هل هذا الموضوع كافي لو تحتاج إلى وسائل نوه على جنابك يعني كأن تكون استدامة عمليات الإنزال الجوي وغيرها؟ نعم، بالحقيقة احنا لازلنا حتى على مستوى عمليات الإنزال الجوي لازلنا لا ننفذ العمليات وفق مفاهيم الحرب الحديثة ووفق آليات القوات المحمولة جوا. هذه القوات المحمولة جوا لها تدريب خاص يبتدئ من الأكاديمية، يعني في الأكاديمية أنا عندي الطلبة، أكو مستجد وأكو متقدم، المتقدم هو على اعتاب التخرج، أبدي أبحث عن الموارد الكفوءة التي ممكن أن تدير لي عمليات للمحمولة جوا، ابتداء من الفحص الطبي، اللياقة البدنية والأبعاد النفسية وهكذا الحال، وأعد بهم قوات خاصة لمجارات التحدي اللي يمر به البلد. عندنا هيك إمكانية لنرصد مواردنا البشرية، مو يطلع لي أعلى درجة في إدارة أهم وأخطر وزارة، هي وزارة التي تمثل سيادة البلد وكرامة الوطن، انقتل لأنه التحصيلات رديئة، ضابط يقول هو ليش مقهورين أهله، ما أنا أسوق حتى يستشهد، هو هذا منطق إدارة؟ من اللي دي يتلاعب بالإدارة بهذا الشكل إلا الأحزاب، والأحزاب نمط لديها أنه يجب أن نبقى في دائرة الإسفاف ودائرة الفساد وسوء الإدارة وكأنها أمر مقدس يجب أن نلتزم فيه، وإحنا على اعتاب استحقاق انتخابي. ما آن الأوان أنه إحنا نلتفت إلى حقائق الأمور، وأنه هذا التنافذ للأزمات في العراق وارد. الأيام القادمة ستشهد تداعيات كبيرة جدا في سوريا، المعطيات تشي إلى ذلك، وأنه عقدة الصراع في توازنات الطاقة وهي أخطر الحروب، حروب الطاقة أخطر من الحروب الدينية، ستحصل في سوريا. ما هي الإجراءات الرادعة؟ ما هي آليات سبق النظر كمنظومة عسكرية وأمنية؟ لأن إحنا عندنا طيب. أهم صفة. عفوا دكتور، يعني حضرتك تحدث عن حروب الطاقة، إذا تسمح لي، يعني هل هذه العملية نستطيع أن نقول بأنها ستكون نقطة فاصلة من تغيير قواعد الاشتباك من قبل داعش أو تغيير النمط الاستراتيجي في المعارك؟ أحسنتم، وهذا سؤال ذكي يدلل على أنه في هذا المفصل الذي عجز فيه الإسناد الجوي للتحالف الدولي، بالمناسبة التحالف الدولي يضرب بقدرات تقنية وقدرات قتالية أعلى من قدراتنا الوطنية، يعني الـ F-16 الـ S اللي تضرب من التحالف الدولي أو الولايات المتحدة هي أكثر قدرة من الـ F-16 اللي إحنا نمتلكها للمهارات القتالية، للتقدم التقني فيها لأن بها عناصر متقدمة تقنيا أعلى، ولقدراتها القتالية، ولكن فشلت. فإذا فشلت فمعنى ذلك أنه إحنا أمام تحدي خطير جدا، انعكاسات وارتدادات ما يجري في سوريا ستكون حاضرة في العراق. إذا كانت حاضرة، ما هي الإجراءات الاحترازية؟ كيف نتصرف؟ كيف نعتمد على مبدأ غلق الحدود؟ لأنه يعتمد داعش على كسر الحدود، كيف نستطيع أن نجعل الثغرات مقيدة إلى درجة؟ وحتى إذا حصل تسلل خارج سيطرة قطعاتنا، كيف نستطيع أن نؤمن الرصد والمتابعة والاستطلاع الدائم حتى يصار إلى إسكاته بالوقت والمكان المناسب؟ نعم
في سؤال أخير دكتور، يعني إذا خلينا جانبا المصابين ونذهب إلى الموضوع، يعني سلط الضوء على هذه المناطق والصحارى، لو بحسب ما متوافر أصبحت مكان ملائم لمضافات داعش، يعني الموضوع برمته أيضا يسلط الضوء على القوات القتالية الأجنبية، لو هي ضمن نطاق الاستشارة، هذه العلامة الفارقة اللي صارنا سنوات نحكي عنها. نعم، هو احنا بالنسبة للقوات الدولية هي بالإسناد، وعندما تكون بالإسناد فمعنى ذلك انه هي بالإمرة. على سبيل المثال احنا نتحدث دائما، والسيد مستشار الأمن القومي قاسم العرج ركز كثيرا على مفردة ان مخيم الهول يمثل قنبلة موقوتة. طيب، ما هذه القنبلة الموقوتة اذا انفجرت في سوريا، ارتداداتها احتمال تصل الى سنجارة الأعفار، وقد تصل الى حوض حمرين. اذا دخلت في هذه الشقوق الأرضية قد تجتاح الأراضي العراقية وتصل الى حتى الحدود السعودية. فاحنا امام معادلة خطرة جدا، كيف نعالج؟ لانه هذا يعني وادي حوران على سبيل المثال، اذا دخلت فيه او تسللت فيه جماعات فيستعصي حتى متابعتها الكترونيا. احنا ايش عندنا؟ عندنا طائره التي ار 1 الامريكيه اللي هي طائره تمثل اصاره التقنيه والتكنولوجيا العالميه، تحلق ارتفاع 27 كيلو، عندها قدره لسبر غور الارض لمسافه 7 متر، لكن انا عندي شقوق تصل الى 150 او 200 متر تحت الارض، هذا شلون انا طارده اذا دخل بهذه وتحصن بهذه الاخاديد والشقوق الارضيه؟ لا اقدر انزل اليات حتى احمي قطعاتي، ولا اقدر انزل قطعاتي لانها ستدخل في منطقه قتل. الوضع معقد، يحتاج الى دراسه ويحتاج الى متابعه ميدانيه، ويحتاج الى الارتقاء في القدرات والمهارات القتاليه، واحنا الكل من شغله بالانتخابات. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور احمد الشريف الخبير الامني والاستراتيجي، اثريت الحوار في هذا الملف، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.